مشهد تمثله روح الانتفاضة العراقية كما ترجمناه في منصتنا الإعلامية الجديدة التغيير بلاس أو تي جي آر بلاس. فالكاليغرافي هو فن الكتابة بخط اليد وبأسلوب مميز وجذاب وزخرفي، وشباب العراق المبدعون نقلوا هذا الفن المدهش إلى ساحة التحرير. فبدأ الفنان رائد مضاء بتزيين أحد مداخل نفق التحرير وجعله مكانا للفن والجمال والدهشة. ثم جاء الدور على ابن البصرة الشاب سجاد مصطفى ليدون أسماء شهداء التحرير ضمن عمل متقن، كأنه يقول إن الوفاء للوطن عمل ينتمي للجمال التام. نتابع.